ولكن كان عندنا رأي مهم جدا جدا لروي فيتوريا، نشوفه ونرجع معه. سوف نساهم مرة أخرى في هذه البطولة الكبيرة، لدينا تاريخ يقول أن مصر قد حصلت على 7 ألقاب في هذه البطولة، في تاريخ هذه البطولة. لدينا طموح كبير، فنحن فريق يتجهز بكل قوة وطاقة، ولدينا الثقة الكبيرة في عملنا وفي لاعبينا، لدينا الرغبة أن ننظر لكل مباراة على حدة وكأنها بطولة في حد ذاتها، ونحن يجب أن نكون فريق قوي في كل المباريات ولكن في نفس الوقت نحن ننظر إلى كل مباراة على حدة، نعمل فيها كل جهدنا لكي نكسبها. نحن لم نشتكي من أي شيء. نقطة. إذا كان أحد قد ذكر ذلك فهو كاذب. أود أن أقدم تهانية وشكري للتنظيم وللمنظمين، فنحن لم نشتكي من أي شيء، ليكن ذلك واضحا. فهي بالطبع إشاعات وليست حقائق، ولكن نحن لن نكون قلقين من هذه الآراء. لن نكون فيما يخص سؤال اللاعب المغربي، نحن لن نكون قلقون من هذه، فلن نرد على كل التعليقات التي يقوم بها مئات اللاعبين حول العالم. هذه هي معطيات تاريخية، هو شيء في التاريخ، والتاريخ قد انتهى، التاريخ قد مر، قد فات، وما يهمنا هو المباراة التي سوف نلعبها غدا. فكل هذا الحديث لا معنى له. نحن يجب أن ننظر إلى المواصفات التي لدينا والمعطيات التي لدينا في مباراة سوف نلعبها غدا، وإنما إذا نظرنا إلى مباريات التاريخ وإذا نظرنا إلى ما حدث في قبل عام أو قبل أكثر فهذا ليس له معنى. فهو ربما يكون إشارة جيدة أننا حين نكسب يكون فعل جيد، ولكن لا يجب أن ننظر إلى هذه الأشياء التاريخية. هنا روي فيتوريا أنا عجبني الأمانة كلامه، وأولا روي فيتوريا أنا أتمنى انعكاسات شخصيته وانعكاسات سيطرته على أفكاره الفنية، سيبك بقى تختلف من بعض الأحداث اللي حصلت أندية، كل الكلام ده أنا شايف نرميه ورا ظهرنا دلوقتي، ولكن اللي أنا بتكلم فيه روي فيتوريا على مستوى أنه هو مدرب بيقدر يتحكم في أدواته كفريق. مع احترامي نجومية صلاح كبيرة جدا، بس مش سهل ان انت تحس ان المدرب وهو موجود وصلاح موجود، ولكن روي فيتوريا ليه شخصيته، روي فيتوريا ليه حضوره الفني، روي فيتوريا ما تسمعش فكرة اصل طريقة اللعب بتتلعب عشان كذا، اصل خدنا فلان عشان خاطر بتوصية مثلا من لاعب معين، او ان بعض اللعيبة موجودة. انا بقولك فيما يتعلق بالافكار الفنية انا بشوف ان روي فيتوريا محكم قبضته على افكاره الفنيه. الراجل استدعى التاريخ وده شيء مهم جدا، وفكره ان مصر عندها 7 ألقاب يا جماعه احنا بنتكلم في شيء لازم ياخد حقه. انت عندك 7 ألقاب بتتكلم في الجزائر لقبين، في تونس لقب والمغرب لقب، وبتتكلم كمان يعني الجزائر حققت اللقب مرتين، مره على ارضها وتونس المره الوحيده على ارضها، وحتى المره الثانيه اللي الجزائر حققتها كانت في 2019 كانت هنا في مصر. فالمنتخبات العربية ومنتخبات الشمال الأفريقي بتعاني أشد المعاناة في بطولات أفريقيا لما بتلعب في أفريقيا السمراء، وبتعاني كتير جدا لما تلعب في هذه الدول. فأنت عندك امتياز، أنت حققت البطولة في أوقات مختلفة في دول مختلفة في تجارب صعبة جدا كمان، قال رغم أن التاريخ ما نقدرش نراهن عليه. ولكن أنا بقى بقول لروي فيتوريا شابوه من هنا لبكرة في إيه؟ في التعامل مع فكرة الأخبار اللي طلعت إن أنت بتتذمر من شيء في الدولة المنظمة، أو إن أنت عندك مشكلة في كذا. أنا بشوف إن ده شيء في غاية الذكاء، لأن قيس يا جماعة إن أنت الدولة المستضيفة، قيس إن أنت المنظم للحدث،
دايما كنا بنشوف نفتكر كده مثلا يقول لك ايه منتخب جنوب افريقيا او منتخب كوت ديفوار هنري ميشيل ده مثلا في 2006 اشتكى من ارضيه كذا، كانت التصريحات دي بتضايقك جدا كدوله منظمه وبتضايقك جدا كشعب مستضيف وبتخلي عندك عدائيه شويه تجاه المنتخب اللي بيطلع منه التصريحات دي. فحسنا فعل روي فيتوريا ان هو قال انا ما عنديش اي مشكله وده كذب، واي حاجه اتقالت ان انا اتكلمت عن التنظيم او الدوله المستضيفه ده انا برفضه تماما، وانا بقول روي فيتوريا في منتهى الذكاء انه يعمل كده، وانت مش محتاج تخلق حاله سلبيه واجواء سلبيه حوالين المنتخب وحوالين الفريق، ومش محتاج تروح مع الدوله المستضيفه والشعب المستضيف لاي حساسيه او لاي كلام سلبي. فانا بقول ان روي فيتوريا كان ذكيا جدا في تصريحه ده. ده جميل جدا، لان فعلا ممكن هنا لو قال اي تصريح مختلف يبقى بيكسب يعني حاله سلبيه من الجماهير الدوله المنظمه، لكن جميل ايضا هو لم يتعرض للاعب المغربي اللي تحدث عن المنتخب المصري وقال ان انا مش هرد، ولكن ربما يكون عند مصطفى محمد نجم المنتخب المصري رد. خلينا نشوف الفيديو ونرجع نعقب. رد على سؤالك، انا الحقيقه الصراحه ما سمعتش حاجة وشفت حاجة، بس الحمد لله لو هو فعلا قال كده احنا الحمد لله بالارقام عندنا 7 بطولات وان شاء الله نحقق الثامنة. وهو زي ما انت قلت برضو لو هو قال حاجة زي كده يعني يعمل زينا وياخد بطولات. هو بص عامة ما فيش حاجة اسمها لازم ناخد بطولة، ومش بشكل ضغط. انا قلت اللي احنا هنا جايين، احنا اخفقنا الحظ ما كانش محالفنا في افريقيا وتأهل المونديال، عملنا اقصى حاجه عندنا. فانا بقول احنا عايزين نمشي بنفس الخطة اللي هو ناخد كل ماتش بنقطشه نكسب ان شاء الله. نركز عندنا ماتش بكره لازم مركزين عليه جامد جدا نكسبه. هنبص الماتش اللي بعده هناخد كل خطوه بخطوه، بس احنا حلمنا وكل واحد جواه حلم اللي انت نفسك تحقق بطوله. عشان الناس تبقى معانا، هو ليه بيتسال روي فيتوريا وليه بيتسال مصطفى محمد في المؤتمر اللي قبل مباراه موزمبيق بيوم عن فكره لاعب في المنتخب المغربي وفكره ردك عليه ايه؟ الحقيقه نجم المنتخب المغرب عز الدين قناحي، وانا هنا لما هتكلم عنه هتكلم عنه بشكل فردي، لان اعتقد كلنا كنا خلف المنتخب المغربي في كاس العالم، كلنا كنا بنتابع خطواته خطوه خطوه حتى الوصول للمربع الذهبي، وكلنا كنا فخورين جدا وسنظل فخورين بما قدمه المنتخب المغربي، وستظل دائما وابدا العلاقه بيننا وبين اي منتخب عربي يسودها الود والاحترام والتقدير. ربما صدر من عز الدين قناحي تصريح مش في وقته ومش موفق فيه لما استدعى المنتخب المصري وقال ان المنتخب المصري برغم ان هو فايز بالبطوله 7 مرات الا ان هم بيقدموش كوره، ممكن يجيب جول من ضربة ثابتة ويبدأ تلاقي لعيبته بتوع يمين وشمال ويناموا عليه حتى نهاية المباراة. على أرض الواقع الحقيقة ده مش بيحصل، مش كلامنا يعني. البطولة بتقول إن المنتخب المصري الأكثر وصولا للمباراة النهائية 9 مرات، المنتخب المغربي مرتين، مرة 2004 وخسرها ومرة 1976 حقق البطولة. المنتخب المصري أكثر منتخب فاز في البطولة دي 60 فوز. طيب ما بنجيب جون وننام عليه زي ما قال؟ لا، ده المنتخب المصري اكتر منتخب سجل 168 هدف. طبعا دي احصائيه تحسب لدانيال، يعني راجل متخصص في الاحصائيات الرياضيه وكان عامل احصائيات كويسه جدا فاستعنا بيها، لان الحقيقه انا مش حابب ان انا نروح لسكه ان لاعب في المنتخب المغرب او المنتخب التونسي او حتى المنتخب المصري يتعرض لاي فريق عربي في البطوله. بنتمنى للجميع التوفيق، ولكن لا نقبل بالتاكيد التقليل من شان المنتخب المصري، المنتخب اللي هو الحقيقه بطوله امم افريقيا لما تيجي تتكلم عنها لازم تبقى عامل حسابك كويس قوي ان دايما وابدا المنتخب المصري المرشح الاول للفوز باللقب. غبنا فتره من 2010 ل 2014، لكن غيرنا غايب كتير قوي ومن بعيد قوي ومن اعمار كتيره جدا. حتى افضل مباراه حتى لعبها المنتخب المصري بالجيل الحالي امام المنتخب المغربي بالجيل الحالي في امم افريقيا الماضيه كان هي المباراة الأفضل والمنورة للمنتخب المصري في البطولة. يعني ربما بعض المباريات أو معظمها وصل لدرجات ترجيح. مباراة المغرب ما وصلتش لدرجات ترجيح. وقدرت إن أنت تعود في النتيجة
وان انت تسجل التعادل وترجع بهدف الفوز، وقدمت مباراه جيده جدا ومتميزه جدا. اتمنى يعني تكون التصريح ده تصريح فردي وما نقفش عنده كتير، لكن بما ان تم الطرح ده في المؤتمر الصحفي وتم سؤال روي فيتوريا عنه وتم سؤال مصطفى محمد عنه، فكان لازم ان نفهم الناس هو ليه السؤال ده بيطرح. والحقيقه عجبني اجابه الاثنين، سواء روي فيتوريا اللي تجاهل الامر على الاطلاق، اما مصطفى محمد قال اجابه واضحه وصريحه، مفيش مشكله خالص، اعمل اللي احنا بنعمله وحقق البطوله. في النهايه منتخب مصر هو اللي بيحقق البطوله، فنتمنى التوفيق ان شاء الله للمنتخب المصري بكره امام منتخب موزمبيق، وتبقى بدايه قويه، بدايه تدي ثقه للاعبين، تبدا تدي كمان مؤشر للفرق والمنتخبات المنافسه ان منتخب مصر وصيف البطوله الماضيه بركلات ترجيح جاي عشان يحاول يحقق البطوله دي، لان هو المرشح الاول لتحقيق البطوله دي. مع كامل احترامنا وتقديرنا لكل المنتخبات اللي الحقيقه تطورت الفتره الاخيره، ولكن ان شاء الله تكون البطوله من نصيب المنتخب المصري.